بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده إن شاء الله إحنا هنعمل فيه موديل بناء على طلب عدوى معنا في الجروب وعلى الصفحة وفي القناة. عايزة تعرف الموديل ده بيتعمل إزاي. حبايبي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، متنسوناش في اللايكات عشان الفيديو يرتفع. طيب الموديل ده عبارة عن ايه؟ هو بدلة صيفي، واخد بالك احنا بنقول عليها بدلة، يعني عبارة عن بنطلون شارلستون، والبنطلون ده انا شرحها عندي في القناة، هبقى احط لكم في الاي الفيديو بتاعه. والبلوزة بتاعته عبارة عن قصة امبير من تحت الصدر، والجزء اللي تحت الوسط اللي هو تعتبر جيبة البلوزة كلوش بكشكشة، والكم بكشكشة من على الكتف والإسورة. هو سهل وبسيط. طيب نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انت حبيبتي بتاخدي المقاسات بتاعتك كاملة، واخدة بالك، وبتيجي تشتغلي. نعمل كده. طبعا انا شرح لكم في الكورس المجاني ايه اللي هو الكورساج كامل بالجيبة بتاعت الفستان او الجاكت ده، انا شرحها حبايبي هتستفيدوا منه كتير جدا. طيب الاول بتعملي ايه؟ تروحي ترسمي الباترون بتاعك، ايا كان بقى الباترون اللي انت بتحبي تستخدميه. وهنروح ناخد الطول بتاعنا كله كامل من عند تاني فقرة من الرقبة من ورا لغاية الطول اللي انت عايزاه في البلوزة، هنرسمها كاملة خلاص. وتروحي واخدة خط الأكتاف بالشكل ده، تيجي تاخدي تعملي دوران الرقبة، ودوران الرقبة حبايبي انت بتاخدي دوران صدرك وبتقسميه على اتنين اربع مرات، يعني تعملي خط طويل كده وليكن 80 دوران صدرك، هتقولي على الاتنين الاربعين، على الاتنين العشرين، على الاتنين فيها العشرة، على الاتنين فيها الخمسة. بتاخدي الخمسة دي بتضيفي عليها واحد، بقت 6 سنتي. بتروحي واخدة حضرتك ال6 سنتي هنا. ده مثال حسب مقاس حضرتك خلاص. وبتنزلي بتضيفي بقى على ال6 سنتي دول، ضيفي عليهم 2 سنتي عشان تنزلي بالعمق بتاع دوران الرقبة. وتروحي عاملة كده بالشكل ده، تروحي مسنطرة كده، ترتفعي بقى 3 سنتي عشان تعملي دوران الرقبة مظبوط معاكي خلاص. بتيجي تاخدي بقى الكتف بتاعك وليكن 12، وبتروحي نازله بال4 سنتي اللي هو ميل الكتف بتاعك خلاص. بتيجي بقى توصلي ده كده. وهقول لك حاجه، انت لما بتيجي تعملي ميل الكتف انت قستي بقى ال12 سنتي على خط الاكتاف هنا. الخط اللي انت بتعمليه بتعملي الكتف ده بيديكي زياده بمقدار تقريبا 1 سنتي او الا، فلازم لو انت عايزه الكتف بتاعك على العظمه بالظبط بتعيدي القياس بتاعك هنا، ال 12 سنتي هيطلع تقريبا هنا. عايزاه ينزل تحت العظمه شويه بتخليه زي ما هو خلاص. وبتيجي بقى حضرتك تنزلي بالخط بتاع البط بتاعك. انا قلت قبل كده حبايبي ان لو انت نحيفه انزلي 20 سنتي بين المتوسط والنحيف، 22 جسمك فوق يعني المتوسط فيما فوق 23. طب لو ممتلئة 24، وما تزوديش عن ال 24 مهما كان حجم جسمك او الصدر بتاعك عموما. وتروحي نازلة بالطريقة دي، بتاخدي بقى دوران الصدر بتاعك وضيفي عليه
لو انت عايزه بقى البلوزه بحبحه شويه وكده وواسعه عليكي شويه، خدي 3 سنتي. طيب عايزاها ماسكه 2 سنتي، ما تقلليش عن كده عشان البلوزه ما تبقاش معاكي ضيقه. خلاص يبقى اتدفي 3 سنتي ل4 سنتي عشان تديكي راحه في البلوزه. وتروحي انت يبقى خدتي دوران الصدر بتاعك، ضفتي عليه الزياده حوالي من 2 ل4 سنتي، وبتروحي اقسميهم على 4 عشان تطلعي الخط بتاع. احنا بنعمل النقط دي، النقط دي يا حبايبي خط وهمي، دي ما بتتقصش. خلاص وبتيجي بقى ترتفعي بقى، عايزه تعملي زيرو حبايبي، انا شارحه حرده الكم والكلام ده، هنزله لكم على الاي بطريقه كويسه جدا عشان اللي بيشكوا الكم شادد، الكتف مش مظبوط، كل الحاجات دي انا شرحاها. طيب لو حضرتك جسمك نحيف عندك من 5-6 سنتي بتطلعي، ده اسمه بدايه الباط. بتروحي مرتفعه كده حسب بقى جسمك، جسمك نحيف من 5-6 سنتي، متوسط 7 سنتي، ممتلئه من 8-9 او من 7-9 حسب الحجم بتاع حضرتك. ده بتحددي عليه بقى الجيرو. خلاص طيب وبتروحي عامله كده، خلي 1.5 سنتي، تمشي الاول بنقط كده عشان بس تقدري بصي تطلع معاكي مظبوطه بالشكل اللي انا عاملاه ده. خلاص بتيجي بتنزلي بقى الطول عندك بتاع الظهر، بتاخدي طول ظهرك تشتغلي عليه. احنا قلنا مثلا 40، يبقى خدي تقيسي من اول الخط فوق بتاع خط الاكتاف كده، قيسي 40 وتروحي عامله كده. تاخدي بقى دوران وسطك وبتضيفي عليه برضو الزياده اللي انت هتاخديها عندك من 2-4 سنتي. خلاص تقسميهم على 4 بالشكل ده. ده بقى خط الوسط، ده احنا نرسمه بقى كده عشان خاطر ده هيتقص. خلاص وبتروحي موصله بالبط كده، خلاص. طيب احنا عايزين بقى نرسم الجيبه بتاعت البلوزه، هناخد بقى دوران محيط اكبر بتاعنا. امشي بنفس الخطوات اللي انا بعملها تطلع معاكي مظبوطه. تنزلي من هنا من الوسط من هنا 18 سنتي عشان تحددي بس محيط اكبر عندك، وتاخدي الخطوط الوهميه لان ده مش هيتقص، تعملي كده. خلاص تروحي موصلاه بالشكل ده. وتروحي نازله. طيب انت خدتي بقى الطول اللي انت عايزاه كله من فوق لتحت، واخده بالك، ورسمتي الخطوط بتاعتك بالشكل ده، بتيجي تنزلي بقى بمحيط اكبر زي ما هو كده. احنا مش هنعمل فيه توسيع ولا اي حاجه لان احنا هنعمله كلوش، وهوريكي هتعملي الكلوشه ازاي بالشكل ده. خلاص وهنا بقى تاخدي كده عشان التبويزه دي ما تظهرش معاكي في الخياطه. احنا كده رسمنا الباترون بتاعنا. طيب احنا عايزين نحدد البنسه بتاعتنا. هتروحي حضرتك نازله، بصي بقى احنا هنعمل ايه، ادي من هنا عشان ايه اوريكي ازاي ترسمي وتحددي البنسه من عند دوران الرقبه هنا، وتدخلي 1 سنتي كده. يعني انت بتنزلي كده اهو وبتروحي داخله 1 سنتي كمان بالشكل ده. خلاص وبتروحي رسمه عمود البنسه، بتنزلي من هنا 2.5 سنتي عشان تحددي النقطه بتاعت بروز الصدر، 2.5 سنتي.
دي عشان تحددي بس البروز بتاع الصدر. طيب احنا هنعمل التكسيم بتاعنا، وانا كنت شارحه حبايبي في في الكورساج التقسيم بتاع الجنب والوسط ده هيفيدك جدا. خدي مقاساتك واعملي التقسيم زي ما انا عايزه عاملاه واركنيه عندك، تعملي بلوزه اي حاجه يبقى التقسيم عندك موجود، لان اللي بيقول لك تعملي بلوزه وتاخدي 2 سنتش أو لا، احنا اجسامنا بتختلف، وده الميزه في في الباترون الاساسي المصري او البروفايلي ده يا حبايبي، بيمشي مع تفاصيل الجسم وبيحدد لك البنى وكل حاجه، ما بياخدش حاجه عشوائي غير الايطالي. الايطالي يقول لك خدي من كذا لكذا وخلاص، لا ده بصراحه بيتناسب مع اجسامنا وبيبقى مظبوط جدا جدا. وانا برضو هشرح لكم الايطالي، اللي حابه تشتغل بالايطالي تشتغل، بس حقيقي الباترون البروفايلي ده ممتاز ممتاز ممتاز. احنا هنقول وليكن مقاس البنسة بتاعتنا عرضها 2 سنتي، يبقى بتاخدي من هنا 1 سنتي ومن هنا 1 سنتي، وهنحدد بالشكل ده البنسة بتاعتنا. خلاص هتيجي بقى اعملي خط صغير كده من هنا كده، وتسيبي احنا بقى مش هناخد بنس في جبهة الفستان لان احنا هنعمله كلوش، بس احنا اخدنا دي عشان نحدد بيها الكلوشة اللي احنا عايزينها. طب معلش استاذنكم اجيب بس الدبابيس نسيناها. عفوا حبايبي. طيب البلوزه دي فيها الامبير، طيب انت عشان ترسمي الامبير ما ينفعش ترسميه البنسه مفتوحه، لا تقفلي، يبقى احنا هنضطر نقص معانا البطرون بتاعنا بالشكل ده. هنقص الباترون بقى ونفصل، هو موديل سهل جدا جدا، ولما حبايبي تشوفي موديل زي ده فصصيه، شوفي الموديل بيقول ايه، تمسكي جزء جزء وتبتدي تقولي اه ده في مثلا كلوشه، احنا بنعرف نعمل الكلوشه. طيب في الامبير، احنا بنعرف نعمل الامبير بيترسم ازاي، اوريكي بترسمي ازاي الامبير على الباترون. طيب احنا عملنا كده خلاص، هتيجي بقى افصلي ده خط الوسط اهو، ده خط الوسط، وده احنا قلنا النقط دي الوهمية محيط اكبر، ده الصدر. خلاص هتروحي فصلة بقى بالشكل ده. خلاص هنيجي بقى انت هنا، روحي اقفلي البنسة بتاعتك بالشكل ده، هنروح قافلينها خلاص. احنا ادينا قفلنا البنسة بتاعتنا، نروح بقى نرسم خط الامبير بتاعنا. خط الامبير بيترسم من تحت بروز، ادي بروز الصدر اهو، تروحي نازله عدك من 6 ل 8 سنتي، بس في الموديل ده علشان خط الامبير تحت الصدر هناخد ال 6 سنتي، يعني بتيجي من هنا من عند البروز اهي، تقيسي بالمزوره كده خلاص، قيسي بالمزوره ناخد الخط بتاعنا بقى، ناخد خط الامبير بالطريقه دي.
ادي فين بقى النقطه اللي احنا واخدينها اهي بالشكل ده، بيديكي بقى الجزء بتاع ادي الموديل بتاعنا. نسيت اقول لكم، وانت هنا معلش لما تيجي تنزلي بالوسط خدي، يعني لما تيجي تقصي خدي من تحت كده اهو، معلش افتحها دي عشان خاطر بس تبقى واضحه، عشان دي كان المفروض انا عشان الموديل بس ما كانش قدامي. بصي اهو، مش هو ده كده؟ بتنزلي من عند بتاع واحد يعني اقل من 1 سم من هنا كده، وتروحي بس تدي دوران كده عشان يديكي الدوران زي الموديل، ما يبقاش الوسط بس كده، بيبقى بالشكل ده. خلاص طبعا احنا قفلنا البنسة بتاعتنا، بالشكل ده. خلاص طيب احنا قفلنا ورسمنا خط الامبير بتاعنا، تروحي بقى قصاه كده اهو بالشكل ده. عندنا بقى هنا تروحي عامله ده كده اهو، هيطلع لك بالشكل ده. الجزء اللي طلع لك مفتوح ده انت بتخيطيه كشكشه، تبصي للموديل معمول ازاي ونفذي بالظبط زي الموديل. احنا ادي البنسه فتحناها اهي، دي بتاخديها كشكشه على الجزء اللي اتقص. دي بقى قصه الامبير اهي، تكتبي برده عشان ايه ما تتلخبطيش، دي قصه الامبير، دي القصه اللي انت عاملاها هنا. ده تكتبي الوسط ليه؟ عشان لما تيجي تجمعي على القماش ما يبقاش معاكي تتلخبطي ده الوسط ولا ده. هتيجي بقى الجزء التحتاني اهو بتاع جبت البلوزه، تروحي حضرتك فاتحه كده هيديكي بقى. بصي احنا عملنا الكلوشه ازاي، ولما تيجي تحطي هوريكي بقى كمان ازاي احنا هنرسمه على القماش. على فكرة انت الخلف اعمليه زي الامام بالظبط في قصة الامبير، تمشي مع الخطوط بتاعتها من الجنب تعملي للدوران، وافتحي سوستة على اساس تديكي راحة للبلوزة وانت بتلبسيها، يا اما تعملي فتحة حسب ما تحبي. خلاص بتروحي ادي القماش بتاعنا وليكن كده خلاص، وبتروحي عاملة بالطريقة دي. ادي القماش بتاعنا اهو، هتحطي بقى الباترون بتاعك بالشكل ده هنا، عشان الوسط عندنا حبايبي في كشكشة. هتروحي تسيبي حوالي من 6 ل 8 سم للكشكشة زي ما تحبي. يعني عايزه الكشكشه ممكن تاخديها 8 سم، يعني من هنا بتسيبي على القماش اهو 8 سم، وبتروحي رسمه بالطريقه دي. طبعا انت بتمشي بالمرك بالشكل ده، وادي الوسع دوت. انت بتوسعي من هنا من 6 ل 8 سم، بيبقى معاكي بالشكل ده، وبتروحي طبعا مكشكشه الوسط على قد الوسط بتاع قصه الامبير اللي انت اخدتيه. ودوت ادي الجزء برضو، بتروحي هنا ده بتحطيه على النص بتاع اللي هو القماش وهو متني بالطريقه دي، ودوت والقماش برضو وهو متني. الفتحه دي بقى بتسيبيه بتساب على القماش، بتاخديها الكشكشه اللي هي بتاعت بروز الصدر. وبكده حبيبتي انت عملتي البلوزه بتاعتك سهله بسيطه. لو في اي استفسار اي حاجه
قولي لي ويلكم طبعا يعني ده مشروح على القناه في الكم وانواعه سهل جدا. طيب انا ممكن اقوله لكم سريع برضو كده بس عشان الفيديو ما يطولش معانا. بصي يا حبيبتي، انت طبعا بتاخدي عرض الكم بتاعك وبتضيفي عليه 6 سنتي، خلاص تاخدي الدوران عندك من 6 ل 8 حسب الوسع بتاع الكم اللي انت عايزاه. البلوزه دي الكم بتاعها واسع، واخده بالك؟ خدي من 6 ل 8 سنتي، خلاص بتيجي ترتفعي براس الكم بتاخدي الدوران الذراع بتاعك اللي هو اتخن جزء في الدراع اللي هي العضله، وبتضيفي عليها 6 او 8 سنتي، وخدي التلت بتاعها وارتفعي براس الكم بالشكل ده. خلاص ارتفعتي بالتلت زائد واحد، يعني هنا دي التلت دوران الكم زائد واحد، خلاص. طبعا انا شرحه كل ده حبايبي بس عشان ما نستنزفش الوقت، واخده بالك؟ وبتروحي عامله بالطريقه دي. هنا طبعا بتدخلي بالواحد سنتي ده بيدي راحه للخلف. هنا بقى ادي تاخدي طول الكم بتاعك زي ما يطلع معاك، عايزاه 60 61 زي ما يطلع، ادي الطول بتاعنا. خلاص انت هنا السويره مش هناخدها قد الرسغ بالظبط، لا انت هتخليها كبيره يعني 13، ضيفي عليها حوالي 5 سنتي 4 سنتي حسب ما انت عايزه الكشكشه من عند الاسوره، وبتروحي عامله كده. ادي ده الخلف وده الامام، وبتروحي موصله بالشكل ده. وطبعا بتعملي طبعا كل ده انا حبايبي شرحاه، فارجعي تاني للكم بس انا عشان اوريلك. هنا بقى عشان تعملي الكشكشه اللي في الكتف بترتفعي هنا 2 سنتي، يعني هنا بتروحي مرتفعه 2 سنتي وتروحي ماشيه مع الحرده بتاعت الكم بالشكل ده. تروحي قصة بقى بالشكل ده. الواحد سنتي حبايبي ده ما تنسوش تحطوه في الباترون بتاع الكم ده، بيريح لك الظهر اللي بيشتكوا بيقولوا الكم اللي بيبقى شادد معانا من عند الظهر، عشان خاطر انت ما بتدهوش البراح بتاعه. وطبعا تقسيمة الخلف غير تقسيمة الامام. ارجعوا لرسم البطرون، انا رسمه في الكورس المجاني الكم العادي، شوفي طريقته ازاي. ادي من هنا بقى حبيبتي تروحي بقى جايه فاتحه ماشيه بالطريقه دي. بصي هيبقى معاكي كده، تقومي توسعي من 6 ل 8 او من 4 ل 6 حسب مقدار الكشكشة اللي انت واخداه، وتحطي طبعا على القماش. الكم بيبقى مفتوح ما بيتحطش على القماش وهو متني، لا بيبقى بالشكل ده. وبتروحي عايدة رسم الكم تاني بالشكل ده، تروحي عايدة تاني بالشكل ده وتدي بقى الكشكشة وانت بتقفلي. وبكده حبايبي يبقى احنا عملنا الموديل اللي حبيبتي طلبته مني. اللي عايزه اي موديل ابعتولي وان شاء الله احنا هننفذه، وعشان الكل يستفيد وهو سهل وبسيط. وادي الباترون بتاعه يطلع معاكي بالشكل ده، يا رب كده يبقى واضح. شفتوا كده اهو، حتى ادي الباترون حبايبي بيبقى بالشكل ده. وبكده حبايبي يبقى عملنا الموديل اللي اتطلب مننا سهل بسيط. حبيبتي اللي طلبته لو في اي استفسار اي حاجه اكتبي لي، واللي عايز اي موديل برضو ابعته لنا عشان الكل يستفيد. والقاكم على خير، سلام عليكم.